ganhar este jogo por mais golos, mas na ولكن verdade كان o Villarreal sabia que قدر era يفوز بالمباراة وما قدرش forte يحدث أهداف أكتر بسبب الأداء الدفاعي لحرس الحدود. número 28, conhecendo um jogador alto nem forte, نمرة um jogador rápido, agressivo, 28 rápido, لاعب قوي não perdeu bola nenhuma e teve وما خسرش ولا três chances كورة boas وكان عنده e 3 فرص حلوة إنه يحرز أهداف. وكمان في رقم 14 مصطفى جمال في حرس الحدود بيدي ريتم للفرقة بيخليها تلعب أكتر ويسرع اللعب لما يعوز يسرع ولما يهدي اللعب كمان ولما ينقله في التحويل الهجومي أو الهجمات المرتدة هو اللي كان بيطلع بالهجوم المرتد ده. فمدرب الأهلي كان سعيد بتغييراته لأن التغييرات دي هي اللي ساعدت النادي الأهلي خلت الأهلي إنه يسرع المباراة ويسرع ريتم المباراة. في الأول كان عمل غلط إن حط وليد سليمان ناحية اليمين لكن وليد سليمان تقريبا دخل لمركز رأس الحرب كان هيجيب جون برأسية وفي الآخر جاب الهدف الأول والتغيير الثاني بأفشة كمان ادى الفرحة للمدرب بالهدف الثاني وأحرز هدف جيد هو الجون الثاني فالمدرب كان سعيد بتغييراته اللي دخلت وزودت قوة الفريق وكمان ضغطها على الفريق المنافس على فريق حرس الحدود اللي كان هبط أداؤه في المباراة في الوقت دوت بتغييرات كتير كمان بتضييع كتير للوقت حصلت من جانب نادي حرس الحدود. لما نقل وليد سليمان لنص الملعب دي منطقة خطورة وليد سليمان على الفريق المنافس. مروان كان طلع وكان في راس حربة واحد كان بيلعب مع وليد سليمان فالنتيجة أنا شايفها نتيجة عادلة لكن حرس الحدود فاجأني لأن في مرحلة من مراحل المباراة لعب كويس جدا كان بيطلع سريع على الهجمات المرتدة خلق كذا فرصة لإحراز هدف زي ما أشرت من شوية ولو وأنا من رأيي متواضع حابب أقول إن رجل المباراة كان جريندو رقم 28 من حرس الحدود لأنه لعب بأداء كويس جدا وخلق فرص 3 فرص واضحة لإحراز هدف اللي صدها الشناوي وأنقذ الأهلي من إنه يعاني من هدف لما كان لسه نتيجة 0-0.